بلادي. فاضل خلينا قبل ما نتكلم عن العزبة وقبل ما نتكلم عن النشاط أو الأنشطة اللي بتمارسوها من خلال هذه العزبة، خلينا نوضح للسادة المشاهدين ونعرفهم أكتر بحضرتك. من هو السيد صالح؟ من فين بدايات حضرتك العلمية والعملية أيضا قبل إنشاء هذه العزبة؟ أهلا وسهلا بكم. أنا اسمي صالح عمر البريكي، من أبو ظبي. سبق لي وأنا عملت قريب ربع قرن والحمد لله، يعني تقاعدت وعندي أبناء والآن هم ما شاء الله يعملون كذلك. ليه فكرت في فكرة العزبة والطبيعة؟ يعني بأي أسباب؟ والله أسباب هو يكون رافد وطني، يعني تربية المواشي ويعني تعتبر يعني ثروة حيوانية محلية بحاجة، الوطن بحاجة لها، فيعني حبيت يعني أخدم وطني من هذا الباب. طيب، بيئة دولة الإمارات الحمد لله بيئة خصبة الحقيقة في كل المجالات. صحيح. لأن دولة الإمارات بتوفر كل الدعم لكل القطاعات على حد سواء. خلينا نتكلم شوية عن الثروة الحيوانية، وهي أحد الثروات المهمة داخل الدولة. صحيح. نتكلم عن الثروة الحيوانية، إزاي بتدعمها الدولة؟ إزاي بتلاقي التعاون ما بين أجهزة الدولة وما بين حضراتكم كمستثمرين وكرجال أعمال في تنمية هذه الثروة؟ والله الدولة يعني جزاهم الله خير مقدمين دعم يعني للمربيين الحلال، وخاصة للناس الأوليين ما قبل 2015-2014، يعني عندهم يعني دعم من قبل الحكومة. أما المربيين المتأخرين فهم في انتظار الدعم من قبل الدولة، والحمد لله هناك يعني دعم مميز يعني من الدولة، من الأعلاف والأنواع الجت والأنواع البرسيم والحشائش الحيوانية، كثير مواطنين يتلقون هذا الدعم. ونشكر الدولة على هذا الجهد وعلى هذا العطاء. طب أستاذي أستاذ صالح، خلينا نتكلم عن فكرة إنشاء العزبة. يعني جات لك الفكرة إزاي؟ البدايات كيف كانت؟ لو نسترجع كده، أحيانا يعني دايما بتكون هناك كواليس في الذاكرة لا تنسى. نعم صح. نسترجع كواليس البدايات، الإنشاء، التأسيس، الصعوبات اللي واجهت حضرتك برضو في البداية. أول شيء ملء الفراغ. أنا لا أحب أن يكون عندي فراغ. عظيم. ثانيا ميلي لتربية المواشي. انفصال عن روتين الحياة وعن يعني البروتوكول يعني المزعج للحياة. فالإنسان عندما يذهب إلى البادية ورب الماشية والأغنام، ما من نبي إلا ورعى الغنم. صحيح. فحبيت هذا النشاط من هذا الجانب. يعني فاحكي لنا اكثر عن انواع المواشي. والله انا عندي انواع من المواشي، مثلا الاغنام، عندي الاغنام النوع النجدي والنعيمي، وعندي كذلك يعني اصناف من الابل وخيول. احكي لنا عن فريق العمل، من حيث عددهم، من فين، ازاي اخترتهم وعلى اي اساس؟ والله عندي يعني عمال يعني من عدة دول. عزيز. وكذلك يعني عندي انا اقوم بالاشراف على ذلك، وعندي اولادي ما شاء الله ما يقصروا في الموضوع هذا، يتابعوا الموضوع.
عظيم جدا. طيب لو اتكلمنا عن يعني دائما الشخص الناجح او الشخص اللي طريقه تفكيره شويه بعيده او بره الصندوق زي ما بيقولوا، اكيد بيكون سقف احلامه لا يتوقف عند حد معين. أكيد. واكيد حضرتك ليك رؤيه مستقبليه لهذه العزبه، وهناك خطط او خلينا نقول مشاريع قادمه لهذه العزبه للاستفاده منها اكثر والاستفاده بها بشكل جيد. احكي لنا بعد 5 سنوات او 10 سنوات من الان اين ترى عزبه التسامح؟ الإنسان دائما يطمع يعني أن يحقق هدفه وأن ينجز هدفه. قالوا تحقيق الأهداف هو يعني ما جنى الثمرة الشخص، ولكن إنجاز الأهداف هو يعني جنى الثمرة من وراء هذا الشيء. فقالوا الشخص الناجح هو الذي يعني تمتد يعني سواء يعني أنشطته أو شركاته تمتد يعني تتفرع. وأنا عندي هذا الطموح، إذا تفرعت يعني قالوا يعني شركات الشخص أو أعمال الشخص فهو يعني هذا ناجح يعتبر، وأنا عندي هذا الفكر. طيب إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله مثلا خلينا نقول خلال 5 سنين اللي جاية، حضرتك بتتمنى أو حاطط مشروع معين في دماغك، تطوير معين للعزبة، احكي لنا عنه بشكل أكثر. أكيد يعني أطمع أن أكون إن شاء الله أحد المصدرين للمواشي والموردين كذلك. ويعني أنا أطور نفسي في هذا النشاط. عرفت ليه أستاذي دولة الإمارات وشيوخنا وحكامنا نعم. بيعتمدوا وبيهتموا الحقيقة برجال الأعمال بصفة كبيرة، وبيعطوهم الأولويات في التسهيلات وفي كل شيء، لأن هم خلينا نقول العمود الفقري الأساسي صحيح. البشري صح. لتنمية هذه الدولة. نعم. يعني والحقيقة يعني ليس فقط قاصر الموضوع على المواطنين، ولكن المواطنين والمقيمين بشكل عام. أكيد صح. وحضرتك زي ما ذكرت قلت يعني أنت تطمح إلى التصدير. نعم. يعني وهو جزء في تنمية أو المساهمة في تنمية هذا الوطن. صحيح. أنا بشكر وبحيي حضرتك عليه جدا. طيب شكرا. إيه اللي بيميز مواشي عزبة التسامح عن باقي الموردين أو المصدرين؟ والله إحنا الاهتمام عندنا الاهتمام بالحيوان، يعني سواء من ناحية غذائية، من ناحية صحية، من ناحية مثلا في الشتاء يعني نوفر له البيئة الشتوية والبيئة الصيفية. الله. ونتابعه أول بأول. أنواع الأطعمة مثلاً لي علاقة أكيد أكيد التغذية لها يعني علاقة بجودة الحيوان ونشأة الحيوان أو كذا يعني. مواقف ذاكرتك لا تنسى، احكي لنا أكتر عن الشيخ زايد، عن مواكبتك لعصر الشيخ زايد، المواقف التي لا تنساها للشيخ زايد. الشيخ زايد رحمة الله عليه يعني حكيم الأمة. وأبونا الشيخ زايد يعني الذي تأثرت منه في الشيخ زايد الله يرحمه، يعني إنسان رحيم عنده يعني العطف والحنان، ويعني يحب الصغير والكبير والدولة والدول المجاورة ودول خارج الإمارات. فإنسان يعني أقدر أقول يعني أن الأمة اجتمعت على حبه، يعني في وقتنا هذا أن الأمة اجتمعت على حب الشيخ زايد وسموه حكيم الأمة أو العرب، وتعلمنا منه الحب، وتعلمنا منه التسامح، وتعلمنا منه الإيثار وحب الشعوب والتسامح كذلك. لو وجهت كلمة لروح الشيخ زايد رحمة الله عليه، أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكن الفردوس الأعلى في الجنة. الله يرحمه بالتأكيد، والله يجعل الخلف فيه وفي أولاده. أكيد أكيد أكيد. رسالة من حضرتك أحد أبناء هذا الوطن لشيوخ وحكام دولة الإمارات. أشكرهم على الأمن والأمان الذي نحن نعيشه في هذا الوقت وفي هذا العصر، وكما قال الشيخ محمد بن زايد أبو خالد البيت متوحد، وقال لا تشيلون هم ما دام إحنا في ظل يعني حكام عادلين طيبين، نحن ما إحنا خايفين. نعم. حتى عندما يعني سمعنا في الضوضاء العالمية الآن والغذاء ما غذاء، نحن مطمئنين مرتاحين بأن ولاة أمرنا وحكامنا سيوفرون لنا كل شيء. لو أردنا منك كلمة أو رسالة للمستثمرين الجدد داخل دولة الإمارات، بشو تنصحهم يجوا يستثمروا داخل دولة الإمارات؟ صحهم ما شاء الله الاستثمار عندنا مفتوح في أشياء كثيرة، يعني أمور كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى، بلد الأمن والأمان يعني
العقار والبنية التحتية وكل شيء. رسالة منك من واقع خبرتك وتجربك الحياتية للشباب اللي هم لسه بادئين حياتهم العملية، نصيحة لو تنصحهم على إيه إن هم يبدأوا حياتهم العملية؟ نصيحة أول شيء أنصحهم يعني قل لي من تجالس أقول لك من أنت. الله. عليهم أن يجالسون الأصحاب الطيبين الرفقاء الطيبين، وأن يهتمون في دراستهم، وأن يختارون التخصصات التي مطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبل. نعم. شخص له فضل في حياتك، شخص دعمك وساندك وكان دايما في حياتك جنب بجنب، الكاميرا مع حضرتك، فرصة تذكر لنا هذا الشخص إذا كان شخص أو أكثر، وتوجه له رسالة شكر مباشرة من عبر برنامجك. أنا صراحة أنا مستلهم يعني مشاعري وأفكاري من شيخنا الشيخ محمد بن زايد أبو خالد، عندما أرى هذا الرجل يعني أشعر بالإيجابية وأكون يعني حازم في حياتي ومنطلق في حياتي صراحة. كلنا الاول او عرف السادة المشاهدين في البداية من حضرتك، من هو الاستاذ طارق ومجال عملك بشكل عام؟ محدثكم واخوكم طارق الحارثي من مدينة العين. كنت موظف حكومي سابق لمدة تقارب 20 سنة، خدمنا الدولة لله الحمد، وانتقلت الى خدمة الدولة في مجال ثاني في مجال الطيران حاليا في شركة أحد من شركات الطيران الوطنية المعروفة ما شاء الله، شركة طيران الاتحاد في المجال الهندسي، وباحث كذلك ودارس مقبل على الدكتوراه في فلسفة تطوير المشاريع، وعل وعسى يعني أن الله ييسر علينا أن احنا نكون مساهمين لو نرد جزء بسيط لهذه الدولة المعطاة اللي ما نقدر نوفيها حقها من ما قدمته لنا.
عظيم جدا. حضرتك دارس وباحث في مجال فلسفة تطوير البشرية. خليني قبل ما أسألك سؤال مختص في هذا المجال أسألك، يعني رغم عملك، رغم طبيعة عملك المتنقلة، إزاي بتقدر توفر وقت إنك تكون متواجد في هذا المكان، خلينا نقول يمكن بعيد شوية عن الحياة الخصبة أو زحمة الحياة الموجودة حاليا، سر ارتباطك بهذا المكان؟ والله يعني بمنتهى الصراحة يعني وبدون أي يعني رسميات، المكان هذا وبيئة البداوة وحياة البدو ونشأتها وأساسها وهي تعتبر الخطوة الأولى لنا في أي مجال من مجالات الحياة الحالية والمقبلة إن شاء الله. من ليس له ماضي. لهذا أنا جاي في سبقتيني فيه، جزاكم الله خير. مثل ما قال أستاذنا ومدرسنا الكبير ومؤسس الدولة الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد، من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. وإحنا نستلهم عاداتنا وأخلاقياتنا في تعاملنا في الحياة وفي طموحنا ابتداء من الحياة البدوية، وتتمثل بيئتها وموقعها في البداية يكون من العزب. والحمد لله أرضنا يعني واسعة وموفرة لنا جميع الإمكانيات لاستيطان الصحراء وإحيائها من ناحية تجمع عائلي أو تربية للمواشي أو للفعاليات اللي تنفس عن روح المواطن أو المقيم بشكل عام في خروجه من بيئة الحياة العملية والمدنية إلى الحياة الصحراوية اللي فيها تكون البذرة الأساسية، مثل ما تفضل السيد صالح البريكي، في الإيجابية للانطلاق للحياة المدنية والعملية بشكل أقوى من بروتوكول الحياة اليومي. والله احنا صراحة أبو عبد الرحمن لما نشوف إنسان مثله كافح وخدم الدولة في مجالاتها لله الحمد ما لا يقل عن 25 و 28 سنة، وعند توجهه بعد التقاعد إلى تأسيس مقر مثل العزبة، هو أكبر من معناه كعزبة المكان هذا، يكون تجمع عائلي ويكون الأساس والبداية لأي مشروع سواء كان داخل العزبة أو المشاريع خارج العزبة يتم التخطيط لها من داخل العزبة. لما نشوف إنسان مثل أبو عبد الرحمن في عمره في سنه هذا ما شاء الله تبارك الله، وفي بعد مرحلة التقاعد يتوجه دائما للعزبة من الصباح الباكر بعد صلاة الفجر مباشرة، ويعود بعد ما تغيب الشمس، ويكون مشارك للعمال ومشارك للجيران ولأصحاب العزب اللي موجودين في كل ما يخدم العزب، هذا الشيء يقطع الشك باليقين بأنه ليس لدينا نحن كشباب أو مقبلين على سوق العمل بأي عذر في التهاون أو في عدم الاندفاع بإيجابية للحياة. نوجه كلمة مباركة إلى دولتنا الحبيبة بمناسبة حصول أحد أبناء عمومتنا بالحصول على مسابقة على جائزة شعر المليون وحصوله على بيرق الشعر، وهذا كذلك ننتهزها كفرصة بأن الشعر مرادف للحياة البدوية، ولو وجودنا في العزب لا نقدر ابدا نتواصل بين البين بدون ما يعني نذكر شيء من ابيات القصيد اللي للشيخ زايد الله يرحمه، وللشعار الكبار وللشعار الراحلين وللشعار القادمين باذن الله. اعطينا جزء من الشعر التراثي اللي حضرتك تعتز به. والله فيها ابيات كثيره، ولكن بما اني انا موجود الان في عزبه خالي صالح البريكي يجي في بالي بيت يقول الولد وانطاب طيبه من خواله بالخوالي سال قبل الوالدين. فالولد إذا بيسأل عن أخلاقه وعن طبعه وعن بداوته قبل ما يسأل عن أعمامه يسأل عن أخواله لقربهم من شخصية الابن. ورحم الله الشاعر هذا كذلك اللي قايله اللي هو راشد العجمي رحمه الله، وهو رمز من رموز الشعر في الجزيرة العربية، وإن شاء الله بإذن الله تكون لنا جلسات قادمة إذا سمحت الفرصة لنتذاكر الشعر الشعبي والشعر الإماراتي بشكل ذا.
حبت شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي لسه حابت جرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها ربها أجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى نظلها نوقف لها كلنا لها نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف نفرحها نفرح نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف